مرحبا بنات، بفيلمنا اليوم راح نتعلم طريقة عمل هذه اللوحة. هذه اللوحة احنا راح المواد اللي راح تحتاجوها لعمل هذه اللوحة، تحتاجون، أنا بالنسبة لي استخدمت هذا نوع من الكانفاس اللي هو يكون شكله هذا الشكل، يعني هذا جاهز، بس مو شرط، يعني ممكن إذا عندكم قطعة خشب أو ممكن إذا عندكم ورق مقوى ممكن تستخدموها. فمثل ما قلت نحتاج القاعدة، نحتاج مسدس الصمغ، نحتاج ورق الهدايا أو المناديل الورقية اللي تكون باللون الأبيض، وتحتاجون ألوان تكون بهذا الشكل، يعني الألوان الميتاليك اللي بيها لمعة أكريليك. تحتاجون فوم وتحتاجون طابعة. فهذه هي المواد اللي تحتاجوها لعمل مثل هذه اللوحة. فالخطوة الأولى راح تكون بأن تروحون للكمبيوتر وتطبعون الكلمة اللي أنتو تريدون تطبعوها. أنا بالنسبة لي عندي هنا الله محمد، فراح أطبعهم وأرجع لكم. فهنا أنا كملت طبع الله محمد بهذا الشكل. اللي الخطوة التالية أنه أخذ هذه الكلمة وأبدي ألصقها على هذا النوع من الفوم. اللي ما عندها هذا النوع من الفوم ممكن تلصقها على الورق المقوى، ورق مقوى، بس أني راح أستخدم الفوم لأنه طريقة القص راح تكون سهلة عليكم، يعني قص الفوم أسهل من قص الورق، لكن هي نفس الخطوات، يعني إذا على ورق مقوى أيضا ناجحة الطريقة. فهنا أنا راح أستخدم الصمغ أو الغرة للصق هذه الكلمة. وأتركها إلى أن تجف، وبعد ذلك تقومين بقص الكلمة بهذا الشكل. هنا شنو السبب أنه قمت بهذه الشغلة؟ أريد هذه الكلمة تكون ثلاثية الأبعاد، بحيث لما أجي وأستخدمها على اللوحة راح تكون بارزة أثناء العمل. يعني شوفوا طريقة قص الفوم تكون سهلة جدا. أو بالإضافة للكلمة اللي تطبعوها أيضا راح تحتاجون تطبعون أي نقشة على شكل لي، يعني النقشات اللي يصير بزوايا اللوحات ممكن تطبعوها من الجوجل أو ممكن أنتو ترسموها. فهسه هنا تشوفون هذه النقشات أني طبعتها، راح أختار واحدة من عندهم، فاختاريت هذه. اللي راح أسوي أنه أقوم بقصها بهذا الشكل بشكل غير منتظم، وألصقها على بزاوية هذه القاعدة أو اللوحة باستخدام المات باج، اللي هو قلنا المات باج هو الغراء المخفف، صمغ مخلوط مع الماء. فتقومون بلصق هذه النقشة بهذا الشكل. اللي ما عد هذه النقشة إذا تقدر ترسم أيضا شغلة ناجحة ممكن تصير. فراح هنا نستخدم النقشة بالزوايا بهذا الشكل، ألصق الورقة بهذا الشكل. وأترك إلى أن يجف تماما. هنا الخطوة اللي راح نستخدم بها مسدس الصمغ. بمسدس الصمغ راح تبدين تمشين على هذه النقشة بهذه الطريقة. هذه أنت راح تحاولين تجربيها أكثر من مرة إلى أن يعني تضبطين الشغلة. لو تشوفون أنا اللي أسوي أنه أضغط بالمسدس وأرفع المسدس بحيث أشوف الصمغ لما ينزل على النقشة،
يعني هاي يراد لكم شوية انه تمارسوها لحد ما تضبطوها. يعني أنا بالبداية أول ما بديت بيها ما صارت عندي بشكل جميل فعدتها. والحلو بمسدس الصمغ أنه ممكن إذا صارت عندك غلطة ممكن يعني تزيلين الصمغ وتعيدين الشغلة مرة ثانية. هنا أنا بالمحاولة الثانية أو للوحة الثانية حسيت إنه ضبطت الشغلة أكثر. تلاحظون شلون أرفع المسدس، يعني بالبداية أضغط وأخلي الصمغ ينزل على المكان، لكن المسدس يكون مرفوع بحيث أقدر أسيطر على الصمغ وين ينزل. تلاحظون صار بهذا الشكل، صارت هذه النقشة أصبحت بارزة. هنا أنا راح أبدي ألصق كلمة الله بالوسط بهذا الشكل. هنا بس أستخدم المسطرة حتى أتأكد إنه الكلمة بشكل مستقيم. بالنسبة للحركات اللي هنا أنا استخدمت قلم الرصاص ورسمتهم وبديت مليتهم بالصمغ بالطريقة هذه. هنا أنا راح أصير عندي أخطاء بهذه الحركات، يعني طريقة مليهم بالصمغ راح يصير بيها غلط، فعادي راح أزيل الصمغ وأعيد عملهم. هنا أنا راح يجي دور المناديل الورقية أو ورق الهدايا. تاخذين الورق وتقومين يعني مثل ما لاحظتوني بالبداية جعدته، وبعد ذلك ألصقه على اللوحة بهذا الشكل. الأفضل أنه تستخدمون إسفنجة أو قطعة قماش بحيث تدفعون الورق بحيث تبرز كل معالم الكلمة، الحركات، هذه النقشة اللي على الزوايا يكون كلها تبرز، وبعد ذلك تغطوها أيضا بطبقة أخرى من الصمغ أو المات باج. هنا أنا أتركه إلى أن ينشف بحيث أقدر الجوانب أطويها للخلف بهذا الشكل. يعني بعد هذه الخطوة، بعد ما تلصقيها بهالشكل، المفروض احنا نتركه الى ان يجف نهائيا، وبعد ذلك نستخدم اللون الاسود اكريليك اسود، وتقومين بطلاء هذه اللوحة باللون الاسود بشكل كامل مثل ما تشوفون بهالطريقة. وأيضا بعد ما يكمل هذا اللون أيضا تتركيه الى ان ينشف ويجف تماما، ونبدي بالخطوة اللي بعدها. فهنا بعد ما نشف اللون الأسود تماما، هنا راح تبدي خطوة التلوين.
هنا راح نحتاج ألوان الأكريليك اللي هي تكون بيها لمعة ميتاليك تكون، وتبدين هذه بعد تبقى حسب الألوان الموجودة عندك وحسب يعني اللون اللي أنتي تريدي وترغبين بي تستخدميه. بالنسبة أنا طبعا أفضل دائما اللون الذهبي، أحسه يبرز هذه اللوحات أكثر. فالمهم انتوا راح تشوفوني انا هنا انا راح استخدم اللون الذهبي والاخضر، والالوان الباقيه راح احاول املي الخلفيه بكل الالوان، يعني بنفسجي احمر، احاول من الذهبي ايضا، وايضا احاول بالنسبه للحواف راح احاول انه امليها باللون الذهبي، واحاول يعني الحواف كلها تكون باللون الذهبي، وأحاول أسحبه للخلفية مثل ما تلاحظون. شوف الحافة تكون باللون الذهبي وأبدي أسحبه لداخل اللوحة، يعني أنا هنا أنا راح أستمر بإضافة الألوان إلى أن أحصل على الألوان اللي أرغب بها والمنظر اللي يعجبني وأتوقف. فلهنا أنا يعني اقتنعت بها، فصارت اللوحة آخر شيء بهذا الشكل، يعني هذا هو النتيجة لهذه الفكرة. إن شاء الله يا رب تكون هالفكرة عجبتكم، إن شاء الله تطبقوها وتنجح عندكم. وهنا دا تلاحظون أني استخدمت خلفية بيضة لأنه دا أحس بالتصوير الألوان مدى تظهر مثل ما بالحقيقة، يعني بالحقيقة هذه الألوان أجمل. فإن شاء الله تكون هالفكرة نالت إعجابكم، وانتظروني بأفلام تعليمية أخرى، ولا تنسون الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب، وشكراً.